أبدأ معك سيد عبد الحفيظ ضيفنا من بنغازي، يعني وسط مشهد سياسي متأزم أصلا وأمني مضطرب في ليبيا، يأتي هذا التقرير وكأنه صب الزيت على النار حينما يتحدث ويكشف عن أن حظر الأسلحة وقرار حظر الأسلحة الغربي لا يزال غير فعال حتى هذه اللحظة، ولكنه لم يشكل حقيقة مفاجأة للبعض. ما رأيك سيد عبد الحفيظ؟ صحيح. في البداية مساء الخير أختي الكريمة لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. يعني الحقيقة أن التقارير التي تصدر عن لجنة الخبراء الدولية وكذلك التقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان ذات صدقية. لماذا؟ لأن هي انعكاس للواقع، هي تقارير حقيقية، فلا مسألة السلاح والذخائر المحظورة على ليبيا منذ العام 2011 لم تتوقف على الإطلاق، وكانت هناك منذ العام 2015 و2016 إذا يذكر الجميع بأن هناك شحنات من الأسلحة عبر مواني معروفة، تم يعني تفتيش هذه السفن في عرض البحر وتبين أنها أسلحة متجهة وذخائر ومفرقعات متجهة إلى ليبيا، ووعدت البعثة الدولية إجراء التحقيقات ولكن لا شيء يتم على الإطلاق. منذ ذلك الحين وحتى اليوم الأسلحة تتدفق على ليبيا، المسلحين أيضا متواجدون في ليبيا بشكل يعني شبه مستمر ومتواصل منذ العام 2014 وحتى يومنا هذا. كذلك التقارير التي تتحدث عن الجماعات المسلحة وتغولها وانتشارها في مساحات وسيطرتها على مساحات واسعة من الأرض كلها حقيقية، هذا هو الواقع. هذه التقارير تعكس الواقع في ليبيا. لماذا؟ لأن الأمم المتحدة وبعثة الدعم في ليبيا لم تحرك ساكنا أكثر من أن ترصد الخروقات على قرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ولكن للأسف الشديد لا شيء يعني يتحقق فيما يتعلق بالمساءلة أو المحاسبة الدول المنخرطة في هذه الأنشطة والمخالفة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن. سأعود إليك في هذه النقطة في مسألة فرض عقوبات.